أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الفترة بين آدم ونوح، ووضحنا أنه حسب الكتاب المقدس ما كانش آدم ولا نوح شاهد صالح ممكن يوثق في شهادته أو يطمئن إليها أو يعتمد عليها، وما كانش فيه غير أخنوخ اللي بيقول عنه الكتاب إنه سار مع الله لمدة 300 سنة، لكن الكتاب ما قالش حاجة عن الحديث اللي دار بينهم طول مدة سيرهم مع بعض. طب فين هي الكلمات اللي أوحاها الله لأخنوخ، وفين هي الكلمات اللي كتبها أخنوخ وهو مسوق من الروح القدس؟ وإن ما كانش كتب حاجة، تبقى فين الكلمات اللي علمها لأبنائه؟ وليه موسى ما ذكرش عنها حاجة لما كتب سفر التكوين اللي ذكر فيه كل اللي حصل بين قايين وهابيل، وكان الأولى بيه والأقدر إنه يكتب الكلمات اللي أوحاها الله تعالى لأخنوخ؟ وهل يا ترى الكلمات دي ضاعت ولم يعد لها وجود، ولا فقدت وطواها النسيان؟ وإزاي يستقيم ده مع اللي بيؤمن به الإخوة المسيحيين من أن كلام الله لا يزول حتى ولو زالت السماوات والأرض؟ ولا سير أخنوخ مع الله لمدة 300 سنة كان للتمشية فقط، وما كانوش بيتكلموا مع بعض ولا حصل بينهم أي كلام؟ وعرفنا برضو من الفترة دي أن نوح كان راجل بار كامل في أجياله، وأنه وجد نعمة في عين الرب، ولكن يتبين لنا من جهة تانية انه كان سكير عربيد متهتك متذل بيشرب الخمرة لغاية لما يفقد وعيه ويروح عقله ولا يعي شيء عن تصرفاته، وتلعب الخمر براسه لدرجة انه يقلع هدومه او يتعرى من غير ما يشعر، ولما ابنه الصغير يشوف عورة ابوه ويقول لاخواته الكبار عشان يعالجوا الموقف نلاقي نوح يغضب ويثور، ومش يغضب على ابنه اللي شاف عورته أبوه، إنما يغضب ويصب كل غضبه على ابنه اللي ما كانش لسه اتولد، ويبارك الولدين اللي سطروا عورته، ولكن يحكم على ابنه كنعان أن يكون عبد لإخواته، وإن ذريته تنطرد من أرضها عشان يستولى عليها اليهود أبناء سام. والغريب في الأمر إن الله اللي بيقدمه لنا الكتاب المقدس ما يعترضش على الظلم ده اللي صبه نوح على راس كنعان وذريته، ولا ينتهرش الإله ده لأنه ما ينتهرش نوح لأنه بيخالف أبسط مبادئ العدل، وإنما يوافق الإله على كلام نوح ويحكم بتحقيق لعناته. ولا مانع بتاتا عند الأخوة المسيحيين من الإله ده اللي بيحابي الظلم ويجافي العدل، يبقى هو إله المحبة اللي بيؤمنوا بيه برضه، وما فيش أي اعتراض عندهم بالمرة على كل الظلم الفظيع ده اللي ينزل على إنسان بريء وعلى ذريته، ولا يعتبروش إن الكلام ده مجرد تحريفات أدخلها اليهود تبريرا لاختلاسهم أرض مش بتاعتهم، وإنما يعتبروا إن الكلام ده يبقى كلام الله العادل الرحيم الحكيم. وبعدين إزاي ينفع يكون نوح بار وظالم في نفس الوقت، وإزاي يبقى كامل في أجياله وسكير عربيد في آن واحد؟ مش ده يبقى تناقض في الصفات؟ أيوة، ممكن أن شخص ما يظهر بمظهر الإنسان المستقيم وهو في الحقيقة ذئب لئيم، ويمكن شخص تاني يبدو أنه ذو خلق قويم وهو في الحقيقة شيطان رجيم، ولكن الأمر بالنسبة لنوح ما كانش يتعلق بالمظهر ولا بما يبدو عليه، فالمفروض إن الله يعلم دخيلة كل إنسان ويعلم حقيقة طباعه وصفاته وأخلاقه، فإزاي يقول الله عنه إنه كان بار وكامل في أجياله؟ وإزاي وجد نعمة في عين الإله ده؟ وهل ممكن إن السكارى يجدوا نعمة في عين الله تعالى؟ من الواضح إن في واحد من الأوصاف دي بيخالف الحقيقة، إما إن نوح ما كانش إنسان بار ولا كامل في أجياله، وإما إنه ما كانش سكير عربيل متهتك زي ما بيوصفه الكتاب المقدس، لأن الوصفين دول لا يمكن يجتمعوا في شخص واحد، ومحدش يفتكر إن نوح كان بار وكامل في أجياله قبل الطوفان، وإنه بعد الطوفان واشتغاله بأعمال الزراعة
بقى سكير يشرب الخمر ويؤمر بالظلم ويلعن البريء؟ لا، فالوصف الأول بيأكد إن نوح كان بار وكامل في أجياله، يعني إنه فضل بار وكامل طول أيام عمره وخلال جميع الأجيال اللي عاشها. وعلى هذا فلا يمكن إن الوصفين ينطبقوا على نفس الشخص، فلا يمكن إن الكمال يجتمع مع السكر والعربدة، ولا يمكن أن يوجد البر والظلم في نفس الشخص. وعلى هذا فيتحتم أن يكون واحد من الوصفين مجرد تحريف أدخلته الأيدي الإنسانية العابثة اللي عايزة تبرر لنفسها ارتكاب الخطيئة، أو عايزة تلطخ تاريخ الأبرار، أو عايزة تطرد سكان شعب من أرضهم عشان تستولي عليه. لكن لأن نوح كان بالفعل رجل بار وكان إنسان كامل في أجياله، لذلك اختاره الله تعالى الحكيم العليم مش عشان يكلفه بس ببناء سفينة عشان ينجى هو وزوجته وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم وبس زي ما بيقول الكتاب المقدس، إنما اختاره الله تعالى عشان يعمل على هداية قومه زي ما بين القرآن المجيد، وأمره أنه يحاول بكل جهده أنه يشرح لهم سبيل الحق والرشاد. ولذلك بيحكي عنه القرآن المجيد فبيقول إيه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبيبان من المقطع ده إن الله تعالى لم يرسل نوح عشان يهلك قومه ويهلك الأرض واللي عليها، وإنما أرسله عشان يحذر قومه من الهلاك ويدعوهم إلى عبادة الله وتقواه ويحثهم على طاعته عشان يغفر الله ذنوبهم، ولكنهم رفضوا دعوته ولم يريدوا أن يسمعوا منه شيئا وأصروا واستكبروا استكبارا، فهم اللي جلبوا على نفسهم العذاب وهم اللي استحقوا بسوء عملهم العقاب، رغم أن الله تعالى الرحيم الشفوق الودود الغفور الكريم أراد أنه يغفر لهم ويهديهم إلى طريق الإيمان والتقوى. ده هو الإله اللي يستحق بالفعل أنه يوصف بأنه إله الرحمة والعدل والمحبة، مش الإله اللي بيقدمه الكتاب المقدس اللي عاوز يهلك الناس قبل ما ينذرهم وبغير ما يبين لهم طريق الهدايا وبدون ما يدعوهم إلى سبيل الحق والمغفرة. ومع كل هذا فإن الأخوة المسيحيين بيصروا على إن الكلام ده اللي جاء في سفر التكوين مش تحريف من وضع الإنسان، وإنما هو كلام الله اللي كتبه القديسون مسوقين من الروح القدس. وبعدين نيجي إلى زمن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، وإحنا بالطبع كمسلمين بنحترم سيدنا إبراهيم كل الاحترام، ونعلم يقينا إنه كان مؤمن صادق لا يكذب ولا يخادع، تمام زي ما بيقول القرآن عنه، بيقول إيه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال عنه برضو: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وتقبل الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم اللي قال فيه: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا شك أن الكتاب المقدس بيقدم لنا صورة طيبة لإبراهيم عليه السلام، فيقدمه كإنسان مطيع لله لا يتأخر ولا يتردد في تنفيذ أوامر الله تعالى، فيقول إيه: وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبراهيم كما قال له الرب. فإبراهيم كان شجاع مقدام لا يخشى في الحق لومة لائم ولا يهاب الموت دفاعا عن الحق،
فلما تحارب بعض الملوك ونتج عن ذلك ان الملوك دول اعتدوا على ابن اخوه لوط واخدوه في القصر هو وجميع اهله وممتلكاتهم، وجه بعض اللي نجوا من الحرب واخبروا ابراهيم باللي حصل، لم يتوانى عن نصرة الحق واغاثة المظلوم واطلاق حرية الاسير. فيقول لنا الكتاب المقدس: فلما سمع ابرام ان اخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. عشان كده أثنى عليه الملوك لعمله ده وباركه ملكي صادق اللي كان كاهن لله العلي، فقال إيه: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. ولما عرض عليه ملك سدوم أنه يستبقي لنفسه كل الأملاك رفض بإباء كريم وشمم عفيف وقال: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماوات والأرض، لا آخذن خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت إبرام. وبعدين بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترث لك، أجرك كثير جدا. إنما نفس الكتاب المقدس ده بينسب إلى إبراهيم والعياذ بالله إنه كان جبان رعديد، فلم يتخذ الله ترسا ودرعا له زي ما بيقول، وإنما راح يتاجر بجمال امرأته من أجل نجاة نفسه، ويتخذها هي ترسا ودرعا لحمايته من الموت، ويتخذها وسيلة لنوال الخير والمكاسب. فبيقول الكتاب: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسن المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لك خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. ولولا إن الإله تدخل في الوقت المناسب لحدث ما لا يقبله أي رجل عنده نخوة وكرامة. فإيه؟ فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام. هنا بيقدم لنا الكتاب المقدس إبراهيم وكأنه شخص تاني، على استعداد انه يكذب ويخادع ويتاجر بجمال امرأته من اجل ايه؟ ان ينال الخير ويحفظ حياته. وكأن الله العلي مالك السماوات والارض ما كانش له وجود في مخيلته، فقد فقد هذا الابرام اللي بيقدمه الكتاب المقدس كل مقاومات الرجولة بنخوتها وكرامتها، ولم يمانع في ان الملك يضاجع زوجته عشان يستفيد هو بسببها غنم وبقر وحمير وجمال. فهل يمكن ان ابرام ده يبقى هو نفس الشخص اللي باركه الله تعالى قبل كده؟ العجيب ان اللي عبثوا بالكتاب المقدس ما اكتفوش بكتابه القصه البذيئه الساقطه دي، وانما كرروها مره تانية في موقع اخر. فلما تغرر ابراهيم في ارض جرار اتكررت نفس الماساه الاخلاقيه دي للمره التانية، وكأن إبراهيم ده اللي بيقدمه الكتاب المقدس ما كانش يعرف ربا قديرا ولا إلها قويا رازقا يقدر يحميه ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيلجأ للمخادعة والغش عن طريق الجبن والخسة، ويتخلى عن الكرامة والنخوة، فيقول عن امرأته إنها أخته عشان ياخدها الملك أبي مالك أبي مالك، فينال الخير زي ما نال الخير قبل كده من ملك مصر. واحنا دلوقتي قدام معضلة كبيرة. اخواننا المسيحيين بيصروا على ان كل الكلام ده وحي من الله، او على الاقل هو كلام
كلام أناس الله القديسين اللي كتبوه وهم مسوقين من الروح القدس. ولو كان الأمر كده فإيه اللي ممكن يتقال عن الراجل اللي لا يتورع عن بيع شرفه وشرف زوجته من أجل إنه ينال شوية حمير وأغنام وأبقار؟ هل ممكن إننا نثق في شهادته؟ هل تطمئن النفس إلى كلامه؟ هل يمكن أن يكون شاهد صالح قدام أي محكمة فيأخذ القاضي بأقواله بشرط أن القاضي ما يكونش من القضاة المرتشين اللي يبيعوا ذمتهم زي إبرام ده اللي بيقدموا الكتاب المقدس؟ ولا من الأسلم أننا نقول أن الأجزاء دي من الكتاب المقدس هي من تحريف المحرفين ومن إضافة المفسرين ومن الروايات اللي اخترعها الرواه بعد زمن طويل وظنوا أنهم بكتابتها وإضافتها للكتاب المقدس هتعلي شأن الله تعالى وتبين مدى حب الله لإبراهيم وحرصه على حمايته وتوفير مصادر الرزق له؟ والعجيب إن اللي بيستمرئ التحريف مرة لا يتورع عن تكراره في كل مرة، وهم يحسبون طبعا أنهم يحسنون صنعة، لأن المأساة الأخلاقية دي اتكررت للمرة الثالثة في ابن إبراهيم إسحاق اللي كان من المقدر له أنه يرث الفضل والوعد والعهد من إبراهيم. فإذا بالكتاب المقدس يصوره لنا على أنه ورث منه الجبن والخسة والندالة لما راح هو الآخر لأرض جرار عشان يقيم فيها، فبيقول لنا الكتاب المقدس إيه؟ فأقام إسحاق في جرار وسألوا أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت إنها أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. وهنا بيظهر التزوير والتحريف واضح وبين. فمش معقول يكون عند أبي مالك ملك الفلسطينيين النخوة دي والخوف من الله وخشية ارتكاب أي ذنب يجلب عقاب الله تعالى، بينما إسحاق ابن إبراهيم ابن الموعد لا يكترث بالخوف من الله تعالى، وإنما يخشى أن أهل جرار يقتلوه عشان ياخدوا مراته، فهو لا يعبأ بخشية الله تعالى على عكس اللي عمله ملك الفلسطينيين. الفلسطينيين اللي بيصمهم الكتاب المقدس بأنهم كانوا بيعبدوا الأصنام، في حين أن إسحاق كان بيخاف من الموت والهلاك لنفسه. لقد اختفت القيم العليا من حياة إسحاق وضاعت منه النخوة والرجولة وفقد الشرف والكرامة، ولا يهمه أن حد يضطجع مع زوجته، ولكن المهم أنه يحفظ حياته وينجو بنفسه ويفلت بروحه. فوا أسفاه على ابن الموعد ويا حسرتاه على الإله ده اللي قطع عهد مع العيلة دي اللي لا يرث فيها الابن عزة الرجولة وكرامتها، وإنما يرث فيها الخسة والنزالة والخوف والجبن من الناس. هل يرضى إخواننا المسيحيين أن تنسب هذه البذاءات لأنبياء الله تعالى؟ هل يقبل واحد منهم أنه يتصرف بالخسة والحقارة دي إذا كان في نفس الموقف اللي كان فيه إبراهيم وإسحاق، ولا يدافع عن شرفه وكرامته حتى الموت؟ إن ما كانش من أجل الله تعالى وإن ما كانش من أجل المبادئ الإنسانية السامية، فعلى الأقل على الأقل يعني يبقى عشان ما يسقطش من عين مراته فتحتقر زوجته. فهل يا ترى اللي زوروا دول وحرفوا الكتاب المقدس ودسوا فيه البذاءات دي ما يعرفوش ان جميع الحيوانات ما عدا الخنازير بتدافع عن إناثها حتى الموت ولا تقبل ان يقربها ذكر آخر؟ ولا يا ترى اللي لطخوا سمعة الأنبياء ولوثوها بهذه الوضاعة صاروا هم زي الخنازير؟ وإن كان دول أجرموا في حق الأنبياء والأنبياء وارتكبوا الحماقات دي بإدخال التحريف على الكتاب المقدس، فهل نقبل إحنا التحريف ده ونعتبره من كلام الله ونرضى بأفعال الخنازير؟
ولا نرفض الكلام ده ونصفه بما يستحقه ونعلن أنه من التحريفات التي أدخلها الخنازير على الكتاب المقدس؟ إن أخواننا المسيحيين قدامهم خيارين ملهمش تالت، إما أنهم يقبلوا أفعال الخنازير وإما أنهم يرفضوا أقوال الخنازير، وفي أي من الحالتين فلا يمكن أن السفاهة دي تكون من قول الله تعالى، ولا هي من شيمة إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. لذلك بيقول عنهما القرآن المجيد: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذرياتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والكتاب المقدس لم يصم إبراهيم وابنه إسحاق فقط بالوصمات الدنيئة دي، بل طال برضو ابن أخو إبراهيم اللي هو لوط، الرجل الصالح الطيب اللي حاول أنه يصلح أحوال سدوم الفاجرة، ولأنه كان من المؤمنين الصالحين ومن الأنبياء القديسين، فالله تعالى نجاه من العذاب المهين وأمطر نار وكبريت على الفاجرين. إنما الكتب الفجرة يأبوا إلا أن يسيئوا إلى العائلة الكريمة دي من الأنبياء البررة، فلا يتركوا لوط ينجو من براثن أقلمهم القلم الكاذب، قلم الكتب الكاذب، ولا يفلت، ده الكلام ده بيقوله العهد القديم، ولا يفلت من بزاءة أفكارهم فينسبوا إليه وقائع أسطورة اتعلموها من أساطير المصريين القديمة، وهي بتتعلق بإلهة الموت نفتيس اللي سماها بلوطارخ أفروديت. فتروي الأسطورة دي إن الإلهة نفتيس كانت بتتمنى إنها تنجب طفل من أخوها الأكبر أوزوريس، وعشان توصل إلى غرضها وتحصل على مرامها سقته خمر لغاية ما سكر، فضاجعته يعني. وكان ثمرة اللقاء الدنس ده إنجابها للإله أنوبيس، والكلام ده موجود في كتاب دراسة في التوراة والإنجيل للدكتور كامل صعفان. ولأن الفكر المصري القديم دخل في رؤوس اليهود طول القرون الأربعة اللي عاشوها في مصر تحت الاستعباد، ولأن أفكارهم وأذهانهم اتشبعت بالأساطير المصرية القديمة، حتى أنهم نسبوا إله آبائهم إبراهيم وإسحاق واتخذوا العجل أبيس اللي كان بيعبدوا المصريين إله لهم، فكان من الطبيعي أن تظهر أساطير المصريين في بعض أجزاء الكتاب المقدس زي ما ظهرت في اللي اتكتب عن لوط عليه السلام. فبيقول الكتاب إيه؟ بيقول الكتاب عن لوط أنه سكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر الصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة أهل الأرض، كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. طبعا كان المؤابيين وبني عمون أعداء لليهود، وما كانش فيه أفضل من وصمهم بأنهم أبناء سفاح، ووصفهم بأنهم أولاد زنا عشان يعبر اليهود عن أحقادهم ويجدوا متنفس لأضغانهم. أما الإساءة إلى نبي الله لوط فده مش في الحسبان، وإن كان فيمكن للعقول المنحرفة وأصحاب الفكر البذيء أن تلتمس له العذر
بانه ما كانش بيعلم باللي بيحصل ولا كان داري باللي بيجرى، وما خطرش على باله ان على بالهم يعني انهم يتساءلوا ازاي رسول الطهر لوط يحمل معاه الخمر الى المغاره، وهو اللي سكن فيها خوفا على عفاف ابنتيه عشان ما حدش يتعرض لهم بسوء، وازاي يشرب الخمر لغايه لما يسكر ويفقد وعيه ولا يدرى بما يدور حوله، ومع ذلك يقدر يضاجع ابنتيه مرتين في ليلتين متتاليتين، وازاي تحتال البنتين دول على ابوهم الشيخ الكبير خوفا من ان ينقطع النسل، وكان الدنيا ما فيهاش رجاله غيره وما فيهاش ما فيش غيرهم غير في موجودين في العالم ده، وكان المغاره هتفضل موطنهم ومسكنهم الى الابد لانهم معزولين عن بقيه العالم، وكان الطعام بتاعهم من زادهم من طعام وميه لن ينفذ، وكانهم يقدروا يخفوا اثار حبلهم عن ابوهم، وكانهم كانوا عارفين الغيب وعارفين انهم لما يولدوا اولادهم هيكونوا ابوهم مات. يعني من الواضح ان القصه كلها ركيكه الاركان ساقطه المعاني، لا تعبر عن حقيقه وانما عن كراهيه، ولا تصف واقع وانما هي ماخوذه من اساطير الاولين. ويمكن اللي كتب البزاءات دي كان يقصد انه يحط من شان لوط عليه السلام، تمام زي ما بيعمل النهارده المخنثون والمسترجلات في الدول اللي اباحت الشذوذ الجنسي وقننته، فهم بيهاجموا كل من يحاول توجيه النقد اليهم، ويفتروا الاباطيل على كل من يجرؤ للتعرض لهم ولمجونهم. فاذا اعتبر اخواننا المسيحيين الكتابات دي من وحي الله، واصروا على عدم اصابه الكتاب المقدس بالتحريف، وبالتالي يعتبروا كل البزاءات دي في حق إبراهيم وإسحاق ولوط حقا وصدقا، فهل يمكن إننا نثق في الناس دول اللي بيتجروا بشرف نسائهم؟ وهل تطمئن النفس إلى كلام وأفعال القوادين اللي بيتكسبوا من أعراض زوجاتهم؟ وهل يمكن إننا نقبل شهادة السكيرين الزناة اللي بيرتكبوا الزنا مع بناتهم؟ هل يصلح الناس دول إنهم يكونوا هم الشاهد الصالح اللي ناخد عنهم أمور الدين ونتعلم منهم سبل النجاة ونقبل منهم خطة الله لخلاص البشر؟ وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.